سالك كده يا شباب، اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحه ان شاء الله. هل وانت بتدرب في الحديد، وانت بتدرب هل بتشرب ميه؟ بص هقول لك على حاجه، الفكره كلها في عدم شربك للميه، ان الميه بتاثر من 10 ل 20% على ادائك في الحديد. فلو انت بتحس بتعب او بتحس بارهاق في التمرين اشرب ميه كتير. انا بستغرب قوي الناس اللي بتجيب جايبه ازازه ميه اللي هي 600 مللي دي، اللي هي ازازه 3 جنيه ولا 4 جنيه، ازازه صغيره جدا. انتوا عارفين بصوا الازازه اللي انا جايبها قد ايه؟ بصوا ازازه ايه والله. ولو لقيت تاني لا هجيب واحده كمان اكبر، يعني لو لقيت واحده 3 لتر هجيبها. انا بشرب ميه كتير جدا. الميه بتاثر على ادائك من 10 ل 20% من ادائك في التمرين. اشرب ميه كتير، اشرب ميه كتير في التمرين وصدقني هتلاقي نتيجه، صدقني هتلاقي نتيجه. ولو انت ما تعرفنيش اعمل لي فولو على تيك توك، واتمنى لو انت شايفني على اليوتيوب اعمل لي سبسكرايب على القناه وتابعني. ان شاء الله ان شاء الله بنزل فيديوهات كويسه. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه سرشجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.